السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تخيل ان انت عندك الدايمنشن بالشكل دوت، وبعد كده جالك كومنت تخليهم كلهم في محاذاة بعض، فانت بقى ممكن مانوال تبدأ تحرك واحد واحد فيهم بالشكل دوت، وده طبعا مش مظبوط. طيب، في امر بيظبط الموضوع دوت، الامر اسمه ديم سبيس. هتختار اللي انت عايزه يبقى هو الاصل، ماشي، اللي هو متغيرش يعني اهوت، تعمل عليه سيلكت، وبعد كده تختار الباقي. طيب، هيبدأ يقول لك انت عايزها اوتو. اوتو يعني ايه؟ براحته، تمام، هو ده مش اللي احنا عايزينه يعني، بس ده اللي اختار، فبيبدأ يظبطهم كده عشوائي. انما لا، الصح بقى ان انت تختار اول واحد وبعد كده تختار الباقي، ولما يقول لك اوتو قول له لا انا عايز زيرو، يروح عاملهم بالشكل ده. طيب، لو احنا قلنا له لا احنا عايزينها مثلا واحد، مثلا هنختار ده مثلا اهو، اول واحد، وبعد كده نختار من هنا لهنا ونقول له مثلا اتنين، تمام. هيبدأ يعمل لي فرق بين ده وده اتنين، وبين ده وده اربعة، تمام، لكن مش هو ده اللي احنا عايزينه، لكن ده بس ايه، مثال. الصح ان احنا نقول له المسافة بينهم زيرو، ساعتها هتظبط معاك.